وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة فينا خير، بنتعرف فيها على أهم الأعمال التطوعية اللي بيقدموها الشباب والبنات. وضيفتنا اليوم بتمثل أحد الفرق التطوعية اللي بتقدم الكثير من الأنشطة لخدمة المجتمع بكافة الشرائح، وهذه الميزة الموجودة لأنه في دائما تخصصات بتحصل في هذه الفرق، وحنعرف أكثر بأشكال واختلافات التوعية اللي حصلت من خلال ضيفتنا بشاير حنش، مشرفة إدارية في مجموعة لحظات. حياك الله في ساعة شباب. أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية على الاستضافة الجميلة. العافية. وحلو أنه الإعلام بيدعم الفرق التطوعية. الله، هذا واجبنا أكيد يا بشاير. بس بداية حابين نتعرف أكثر على فريق لحظات التطوعي، وكمان بنعرف إيش أبرز الخدمات اللي بيقدمها للمجتمع بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ فريق لحظات التطوعي عام 1435. بدأ بداية بسيطة جدا، مكون من 15 عضو. ترشح الأستاذ موسى هيازع رئيس للفريق، والأستاذ محمد علامي نائب للرئيس. بعد كده الحمد لله وصل عدد المتطوعين والمتطوعات للآن 500 متطوع متطوعة ما شاء الله، جميع الأعمار وجميع التخصصات. طبعا عندنا مظلة رسمية وهو مركز حي المنتزهات النموذجي تحت جمعية مراكز الأحياء بجدة. جميل. طيب خليني أسألك، إيش أهم الأهداف اللي بترتكزوا عليها في تقديم الأعمال التطوعية؟ لأنه كل منشأة أو كل مجموعة أو كل جروب بيحاولوا إنه هم يسلطوا الضوء أو يمسكوا نقاط فيها ضعف في المجتمع أو فيها نقص أو يحتاج فيها تكامل، فإيش الأهداف الأساسية اللي حطيتوها؟ نحن عندنا لحظة غذاء. لحظة غذاء هذه بنعملها، الحملة هذه بنعملها تقريبا كل شهر. بنستهدف 20 أسرة. بنستهدف 20 أسرة. بنخلي المتطوع يوفر السلة ويوصلها بنفسه للأسرة المحتاجة. من الهدف هذا، من الحملة كلها هذه، إنه إيش؟ إنه المجتمع يكون واحد متعاون. جميل. عندنا كمان زيارة المستشفيات. نحن بنزور المستشفيات، بنخلي المتطوع يجلس مع المرضى، بيتكلم معاهم. والهدف من هذا كله، الهدف الأول إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف الثاني إنه نرفع الروح المعنوية للمريض. كمان عندنا اللي هو التوعية. نحن بنركز على التوعية بشكل كبير، بنوعي في المدارس، بنتكلم عن الأمراض، بنعمل كمان دورة إسعافات أولية. كمان نحن بنستهدف الطلاب والطالبات وبنزرع فيهم حب التطوع. حلو، شيء جميل. طب بشاير، يعني اكيد في فئات انتم حابين انكم تستهدفوها في الفريق التطوعي، الجمعيه التطوعيه بتقدموا لها الدعم، فنبغى نعرف مين هي ابرز هذه الفئات. نحن تقريبا كل فئات المجتمع بنستهدف. الهدف انه نسعى لخدمه الدين والوطن. وما عندكم فئه معينه بتستهدفوها؟ لا، جميع الفئات الدعم. الاطفال، الشباب، جميع الفئات. بس كيف بتقدروا يعني انكم، يعني ما هي مساله بسيطه كمان بشاير انكم انتم تستهدفوا جميع الفئات؟ هل عددكم كبير او بسيط؟ كم عددكم؟ عددنا ما شاء الله 500 متطوع متطوع ما شاء الله، من جميع التخصصات. طيب، وجميع الاعمال. طيب خليني اسالك عن حاجه مختلفه تماما. وجود الفريق تحت مظله مراكز الاحياء يعني بيعطيه جزء من الدعم، وبيحاول انه هو اكيد بيدعمه باي شكل من الاشكال، مادي او معنوي، او حتى خلينا نقول لك اوقات تحتاجوا اماكن معينه عشان يعني تبثوا فيها او يكون عندكم منبر. بس ابغى اعرف كيف بيتم هذا بيدعمنا بشكل كبير معنويا. واشكر الاستاذ ماجد الثباتي على انه بيدعمنا وبيوفر لنا، بيساعدنا في الموافقه احيانا في الاشياء هذه، في التصاريح والكلام هذا. ايوه، حلو. طيب بشاير، الفريق منتشر في عدد مناطق ومدن المملكة، كيف بتتم عملية التنسيق وطرح الأفكار بينكم، خصوصا من كل واحد بمدينة؟ فهل بتجتمعوا مرة في الأسبوع أو بيتم التواصل أونلاين؟ كيف بيتم؟ إحنا التواصل كله عندنا أونلاين عن طريق الواتساب. بالنسبة للأفكار، نحن نستقبل جميع أفكار المتطوعين والمتطوعات، وبنشوف الشيء المناسب بتشوف الإدارة بتطبقه. تاخذوا افكار من برا ولا بس من المتطوعين؟ من برا نستقبل كمان افكار من برا. ايش؟ نستقبل الافكار كمان من برا. حلو. نشوف الفكره المناسبه اللي ممكن احنا نسويها. احنا اهم شيء تكون الفكره يعني مو تقليديه، شيء مميز جديد. منطلق. حلو. هل من احد اهدافكم انكم انتم مثلا تتسيدوا الموقف في انكم، يعني خلينا اكون واضح اكثر، تضموا لكم مجموعه فرق تكون صغيره وتصيروا مجموعه اكبر، يعني اللي هو فريق
عفوا لحظات او مجموعه لحظات تكون اكبر، ولا ليست من اهدافكم بالعكس بتكونوا؟ لا طبعا من اهدافنا انه نتعاون مع فرق تطوعيه ثانيه، وهذا الشيء مره حلو لانه كلنا في النهايه بنسعى لهدف واحد وبنسعى لخدمه الدين والوطن. طب تواصلتوا مع فرق ثانيه؟ لا والله لحد الان ما في، بس باذن الله يعني في الجاي. هي بس اي احد لو تقدم لكم بتروحوا؟ ايوه. طيب مساله التطوير ايش بتسوي بالضبط عشان تطوروا؟ كثير الان صارت يعني انا ولمي هنا ما شاء الله في البرنامج فرق تطوعيه ممكن من اكثر الفرق اللي بيشرفونا في البرنامج وبتكون بنكون سعيدين جدا، بس كل فريق بيحاول يتميز. بس التطوير هنا مرحله مره صعبه انك انت تعطي نيكست ليفل او مرحله اعلى في تقديم الخدمات، او حتى في انك تكون مميز عن باقي الفرق، او حتى انك تكون معطاء اكثر عشان تتميز في وجودك كفريق او كمجموعه، ايش بتسووا؟ نحن نركز اكثر شيء على الشيء المميز. عملنا حمله رغبه، الحمله هذه من اجل المرحوم المغفور له حمزه اسكندر. الحمله هذه كنا بنحقق رغبات مرضى السرطان المعنويه. حققنا الحمد لله 3 رغبات في مكه وجده وفي المدينه. بالنسبه للاعضاء نحن نشوف الاعضاء يعني اللي تخصصاتهم صحيه، تخصصاتهم تفيد المجتمع اجتماعيه، كمان نحن ما ننسى الفئه العمريه الصغيره. الفئه العمريه الصغيره بننمي فيهم الشيء هذا، بنزرع فيهم حب التطوع وانهم يشاركون الشيء في الشيء هذا. طب ايش ابرز الحملات اللي سويتوها او نظمتوها، وايش الحملات اللي في المستقبل حابين انكم تسووها؟ ابرز الحملات حمله زياره المستشفيات، كمان عندنا حمله رغبه، كمان عندنا لحظه غذاء، وباذن الله لحظه ايش؟ لحظه غذاء. لحظه غذاء، ايوه لحظه غذاء. كمان عندنا حمله كسوه دفء. في الحمله هذه استهدفنا 51 اسره، كنا بنروح لبيوتهم ونجلس معاهم ونعطيهم الكسوه. كنا بنزرع السعاده. بتروحوا تقدموها لهذول الناس المحتاجين؟ شوفي بالنسبه للدعم، دعم فردي من الاعضاء، من اعضاء الفريق. يعني خلاص مثلا يا عيني يا فردي. طب عندكم شركات المواد الغذائيه يا مكثرها ويبغوا يشاركوا ويبغوا يعني يساهموا في حاجه زي هذه، ما قد تواصلتوا مع الشركات الغذائيه؟ صراحه ما قد تواصلنا، بس لو جاء يعني لو جانا عرض زي كذا ما حن. بس انتم ما حاولتوا تقولوا او رحتوا؟ ايوه بادرتوا يعني؟ لا ما بادرنا الصراحه. مكتفين بالدعم اللي موجود عندكم؟ لا مو مكتفين، بس انه احيانا الشركات هذه يكون صعب يعني ما توافق، ما لازم خطاب، لازم احنا عندنا احنا رسميين وعندنا خطابات وعندنا الشيء اللي يثبت، بس احيانا يعقد الامور شويه. اوكي فهمت عليك. حقيقي بشاير حنش نشكرك تواجدك اليوم معنا في ساعه شباب، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق على الاعمال الجميله اللي بيقدموها في خدمه المجتمع. احب اشكر في النهايه الاستاذ موسى هيازع والاستاذ محمد علامي للدعم الكبير لي، غيروا من شخصيتي وخلوني افيد المجتمع، وطبعا شكر لله ثم لامي واخوالي وخالاتي على الدعم اللي شجعوني على الشيء هذا ويبادروا معايا في الشيء هذا. جميل جدا، اهم شيء دعم الاهل. شكرا لك يا بشاير. وصلنا لنهايه هذه الفقره، لكن لسه في ساعه شباب ما انتهينا، حنكمل في الاخبار والسوالف، في حاجات جديده ما ممكن يكون سمعتوها، لكن عندنا الجديد دائما بعد الفاصل، خليكم معنا.